متتبعي قناة المعرفة المختلفة تروازيم، أشكركم جميعا بدون استثناء على تشجيعاتكم المتواصلة. وفي الحقيقة لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية، ولكن يكفيني فخرا أنني أتلقى العديد من التعليقات المحفزة منكم. أيها الأصدقاء المحترمين، ونحن نتجول في هذا المتحف الكبير والذي استغرق مني ساعات وساعات طوال، لا بأس وإحنا نتجول في هذا الجناح العسكري أو لصح التعبير، أن نتطرق إلى بعض التكتيكات والخطط العسكرية التي كانت تستعمل في الماضي في الحرب العالمية الأولى والثانية. ولا بأس من التذكير أن الحرب العالمية الأولى كما تعلمون ابتدأت في سنة 1914 إلى سنة 1918، والثانية من 1939 إلى 1945. إليكم بعض الخطط والتكتيكات المستخدمة في كلا الحربين. في الحرب العالمية الأولى كانت التكتيك المستعمل أو الخطة المستعملة، كانت هناك حرب ما يسمى بحرب الخنادق. حرب الخنادق هذه كان الجنود يحفرون خنادق طويلة ومعقدة لحماية أنفسهم من نيران العدو. كانت هذه الاستراتيجية تؤدي إلى صراعات طويلة ومستنزفة ولكن دون مكاسب إقليمية كبيرة. الخطة الثانية وهي استراتيجية الاستنزاف. كلا الطرفين كان يحاولان استنزاف قوة الطرف الآخر من خلال الهجمات المستمرة على طول الخنادق. كانت تستعمل خطة أخرى وهي الهجوم المتزامن والصدمة المفاجئة، وقد تم تطوير هذه الاستراتيجية في محاولة لاختراق خطوط العدو بسرعة وفعالية. القوات كانت تهاجم العدو على عدة جبهات في نفس الوقت لشل قدرتهم على الرد. وكانت من أحد المسألة في الحرب العالمية الأولى وهي استخدام الغازات السامة، بحيث أن مثل غاز الخردل والكلور كانوا يستعمل بشكل واسع في الحرب العالمية الأولى، وهذا السلاح الكيماوي كان يهدف إلى شل قدرات العدو والتسبب في خسائر فادحة. الحرب الجوية والبحرية. بدأت الحرب الجوية تتطور خلال الحرب العالمية الأولى مع استخدام الطائرات للاستطلاع والقصف الجوي، كما استخدمت الغواصات كما هي الشأن بالنسبة لألمانيا من الغواصات لضرب السفن التجارية والعسكرية. ما ترون أن تعطي فقط بعض الإشارات المرخصة لأن الموضوع يتطلب عدة ساعات طوال. فالحرب العالمية الثانية كانت واحد استراتيجية وهي استراتيجية الحرب الخاطفة. كانت الحرب الخاطفة من أبين استراتيجيات ألمانيا، تعتمد على الهجمات السريعة والمفاجئة باستخدام القوات المدرعة والطائرات للدعم التقدم البري السريع. وقد حققت هذه بطبيعة الحال واحد النجاح كبير في المراحل الأولى من الحرب مثل الغزو ديال بولونيا وديال فرنسا. التفوق الجوي. كان التفوق الجوي عنصرا أساسيا وحاسما في الحرب العالمية الثانية. المعارك الجوية الكبرى مثل معركة بريطانيا في 1940 كانت محورية، حيث كانت السيطرة على السماء أساسا للهجمات الناجحة. تزامن كذلك من الحرب البرية والجوية كانت هناك الحرب البحرية، وكانت الغواصات الألمانية تحاول أن تهدد السفن التجارية، ولكن الحلفاء طوروا تقنيات مكافحة الغواصات لكسب المعركة. ومن أهم وأعظم خطة الحرب العالمية الثانية هو عملية إنزال نورماندي عام 1944، أي الإنزال البحري. هذه خطة من الخطط. هذه العملية تضمنت إنزالا كبيرا بريا كبيرا على الشواطئ فرنسا لتحرير أوروبا من الاحتلال. بالنسبة للحرب النووية، لأول مرة في التاريخ تم استخدام الأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية، عندما ألقت الولايات المتحدة القنابل الذريع على اليابان في 1945. هذا الاستخدام أدى إلى إنهاء الحرب بسرعة واستسلام اليابان. وبطبيعة الحال في الوقت الحالي الخطط العسكرية والتكتيكات الحربية تطورت بشكل كبير مقارنة
بالحربين العالميتين الأولى والثانية بفضل التقدم التكنولوجي الكبير والذكاء الاصطناعي. أصبحت الخطة العسكرية أكثر تعقيدا وفعالية، ومن أبرز التكتيكات والخطة العسكرية المستخدمة حاليا هناك الحروب السيبرانية، وهناك الحروب الغير المتكافئة، وهناك استخدام طائرات بدون طيارة للدرون، وهناك الحروب الهجينة، وهناك الأسلحة الذكية والتوجيه الدقيق، وهناك القوات الخاصة وعمليات كوموندوز، وهناك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهناك الدفاع الصاروخي وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، وهناك ما يسمى في الحرب الإلكترونية، وكذلك هناك طريق الاستخبارات والبيانات الكبيرة، وهناك التحالفات العسكرية الدولية، وهناك ما يسمى بالحرب الفضائية. أصدقائي الأوفياء، أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأن تستمتعوا بهذه الجولة وأخذ فكرة عن بعض الطرق والآلات المستعملة قديما في الحروب، وأستسمح عن صوتي إن كان ضعيفا بسبب التعب والإرهاق. أتمنى أصدقائي الأوفياء أن تتمموا هذا الشريط إلى آخره، حيث أنني سوف أقوم بمحاولة تشغيل دبابة عن بعد. I don't think so. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No. I don't think so. No. It's never, ever, 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 ever gonna happen. الآن غادي نحاول نشغل هذا الدبابة عن بعد. بسم الله. يبدو أن العملية قد نجحت، الحمد لله.
غادي نحاول نوجه مدفع الى اتجاه راكم عارفين اتجاه إذا عجبكم إخواني وأخواتي هذا المحتوى ما تنسوش تعملوا واحد لايك وإعجاب وكذلك تحاولوا تقسموا هذا الفيديو هو تعليق محفز وإلى اللقاء في موضوع آخر بإذن الله.